للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت الأوكراني. دكتور، في البداية أرحب بك، وأنت عضو في حزب الباتريوت، في رأيك أو كما ترصد في الأروقة السياسية الأوكرانية، هل يؤمن اليوم الأوكرانيون أنهم دخلوا روسيا والحرب باتت على روسيا وليس العكس؟ يعني من البداية والأوكران مؤمنين جدا أن الحرب هي يعني غير مبررة على الأراضي الأوكرانية، وبالتالي الخطوة التي قام بها الجيش الأوكراني بدخول إلى الأراضي الروسية والتوغل لمساحات كبيرة واحتلال أكثر من 1300 كيلو، هذا نقلت الحرب إلى روسيا وأعطت إشارة للروس أن الحرب انتقلت بالفعل إلى الأراضي الروسية ويتمكنون من التوسع أيضا. ولكن لا ننسى أن الحرب هي مستمرة على الأراضي الأوكرانية وهناك في توغل روسي والتهام للأراضي، وبالتالي المسألة صارت متبادلة، هناك في توغل في الأراضي الروسية وهناك في احتلال من قبل القوات الروسية للأراضي الأوكرانية. وبالتالي نظرة الرئيس اليوم بالخطاب الذي أعلن عنه أنه هناك في محادثات سلام، ممكن أن تكون الهند هي من تقوم بدور الوسيط، وهناك في أيضا حرب وهناك في قتال في الميدان، هو من يثبت من هو يستطيع أن يملأ يعني شروطه لمحادثة السلام. في البداية كانت روسيا هي من تسعى إلى هذه الحرب وأن تملأ شروطها على أوكرانيا، واليوم المعادلة تغيرت وبالذات هناك في دعم من شركاء أوكرانيا والسماح لهم لاستعمال بعض الأسلحة في الأراضي الروسية الذي سهل المهمة في التوغل الأوكراني على الأراضي الروسية. وبذلك الشعب الأوكراني هو مؤمن بحرية أراضيه وهو لا يريد أن يتم احتلال الأراضي الروسية، ولكن هذه كردة فعل على الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية. نعم، طيب دكتور رامي، يعني منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية كانت دائما خطابات زيلنسكي توصف بأنها مغازلة لحلفائه الأوروبيين والغربيين، ولكن اليوم في كلمته والحديث عن أن الحرب على الجبهة هي بالقذائف والمعدات وليست بكلمات على غرار غدا أو قريبا، هل هناك استياء أوكراني من تأخر الدعم الأوروبي أو الغربي؟ بالفعل يعني أوكرانيا طول الوقت هي في استياء كبير من يعني تقصير في توصيل المعدات العسكرية للأوكران. وبالفعل يعني نحن عايشين في أوكرانيا ونحن نعمل يعني مع الجيش عبر الطب وعبر مساعدة الجنود والمواطنين الذين يتم إصابتهم، هناك بالفعل في تقاعس في تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبالطائرات وبالدبابات وبالمعدات. وبالذات يعني الرئيس الأوكراني لا تنسوا أنه كان يعني ممثلا كوميديا، وبالتالي هو إنسان متكلم وبارع في الكلام، وبالتالي هو له لسان حاد جدا يقوم بانتقاد جميع الغرب ولا يخاف ولا يخشى، لأنه إنسانا يعني في شباب عمره وهو لا يخاف. واليوم قالها يعني حكى جملة يعني جميلة جدا، أن العجوز في الساحة الحمراء وهو يقصد بوتين أنه لا يستطيع بعد اليوم أن يضغط على الزر الأحمر ولن يملأ علينا الخطوط الحمراء، وهذا يعني أن أوكرانيا سوف تتوغل زائدا في الأراضي الأوكرانية. وبالذات تم الإعلان اليوم عن صاروخ مسير يعني كطائرة مسيرة وهو صاروخ في نفس الوقت، وهذا الوحيد طيب ليس له أي في عجالة. نعم. في عجالة سيد دكتور رامي، يعني أنت تقول أن الرئيس الأوكراني يتسم بالفصاحة كونه كان ممثلا كوميديا، ولكن كونه رئيس أوكرانيا اليوم وبهذه الحدة الذي يتحدث بها مع الغرب، ألا يخشى أن يتراجع الغرب عن دعمه، خاصة وأنهم لم يكونوا مجبرين من البداية على دعمه والوقوف إلى جانب أوكرانيا؟ لا نخشى من ذلك، لأن هناك في مصلحة متبادلة ما بين أوكرانيا وبين الغرب، وأوكرانيا لم تدخل لن تخوض هذه الحروب مع روسيا إذا لم يكن هناك دعما من قبل الأوروبيين. يعني روسيا تمثل اليوم خطرا كبيرا على أوروبا وعلى وحدة الشعب الأوروبي، وأوكرانيا هي كانت الدولة الأولى التي
أراد بوتين أن يلتهمها، وبالتالي وقوف أوكرانيا في وجه روسيا هذا يعني مصلحة مشتركة للأوروبيين من عدم توغل الجيش الروسي إلى الأراضي الأوروبية في المستقبل، وبالتالي شكرا لك دكتور هناك رامي. أعتذر لضيق الوقت وأشكر جزيل الشكر من كييف دكتور رامي أبو شمسية عضو في حزب الباتريوت الأوكراني، كنت معنا.